المدمر المغربي نبيل حريولي يسحق خصمه الإيطالي بطريقة رهيبة، قام بإذلاله داخل قفص القتال لم يجعله يتنفس ولو لثانية وقضى عليه بالضربة القاضية. تابعوا معنا التفاصيل من خلال هذا المقطع الشيق. جرى النزال المرتقب بين المقاتل المغربي نبيل حريولي وخصمه الإيطالي نينو رايا بالحدث الذي أقامته بطولة ECA بمدينة الكمار الهولندية. نبيل ونينو دخل النزال وكل منهما بنية أن ينتصر ويقدم مستوى كبير، لكن وكما عودنا دائما حريولي بطريقة وحشية قام بالتوجه نحوه خلال الجولة الأولى فقط، ثم أطاح به أرضا وبدأ في تسديد وابل من اللكمات القوية لم تترك له فرصة التنفس ولو لثانية واحدة. يعني من شاهدوا النزال يبدو الأمر مخيفا، لا مجال نهائيا للتوازن أو للمساواة بين هذين المقاتلين. كذلك جميع من واجهوا نبيل حريولي دائما ما يقضي عليهم بالقاضية، خاصة عندما دخل رياضة الـMMA أو الفنون القتالية المختلطة. هذه الرياضة لاقت به كثيرا، وبعد النزال الذي كان قد انتصر فيه بالضربة القاضية خلال الجولة الأولى الآن يعيد نفس الشيء لكن أكثر وحشية. نبيل لازال صغير السن ويجب على مدير بطولة UFC دانا وايت أن ينتبه له في أقرب وقت. نعم يستحق الفرصة، لأن هذا النوع من المواهب يتطور بسرعة ويصعد للعالمية بسرعة، وهذا ما سيفعله نبيل إن شاء الله. أكيد قيامه بحركة الباوند أند جراوند، يعني قام بالجلوس فوق خصمه وإحكام قبضته عليه ثم تسديد تلك اللكمات. صدقوني لكمات نبيل رغم أنه في وزن صغير إلا أن لكماته تشبه لكمات مقاتلي الأوزان الكبيرة، يعني كان الله في عون خصمه الإيطالي الذي تلقى تلك اللكمات. أتمنى أن يكون بخير، الصورة أمامكم توضح كل شيء. نبيل ما شاء الله شاب مغربي مؤدب للغاية. أنا نبيل حريولي، أصلي ديالي من تازة من عين حمراء بالضبط، نشقاني نبيل حريولي صدغ خدي تازة، أصلي إنه التقيته وكان لي حديث معه، يمكنكم متابعة الحوار الذي قمت به معه، سأتركه لكم في أول تعليق كذلك آخر المقطع. صراحة شاب مؤدب جدا خارج القفص، لكنه داخل القفص وحش مدمر. هذا النوع من المقاتلين يعجبني بصراحة، شاب في كامل الأدب وكذلك الأخلاق الرياضية، لكن عندما نتكلم عن القتال وعن الشراسة فأكيد هذا الشاب المغربي لا يرحم. كل الدعم لنبيل وكل التوفيق له في الطريق الصحيح إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك وضع إعجابكم وتعليقكم بالمقطع لينتشر بين محبي نبيل حريولي. كان معكم أمين، إلى اللقاء.